ايه اهم مقتنيات؟ طبعا كل مقتنياته مهمة جدا، يعني مهمة في كل، يعني كل متاحف العالم، اهم اهم المجموعات في اي متحف عالمي هي المجموعة المصرية دايما. صحيح. وبالتالي يبقى المتحف المصري هو كله مهم، لكن ايه اهم الاقسام والمقتنيات اللي موجودة في المتحف المصري؟ المتحف المصري بيضم 170 الف قطعة اثرية. كلهم معروضين؟ جزء بس فقط المعروض، والباقي في مخازن في الدور الاول والدور العلوي، وايضا عندنا في البدروم والدور الثالث. طب المعروض قد ايه من ال 170؟ المعروض حوالي 40,000 قطعة أثرية. المعروض 40,000 قطعة أثرية، الباقي 130,000 قطعة في المخازن. ايوه تمام. مخازن المتحف. مخازن المتحف الأخرى بقى. لا مخازن المتحف، احنا عندنا المخازن في الدور الأرضي والدور الثالث والبدروم. ديت الموجود فيها تخزين الآثار، أماكن حفظ الآثار. ايه بقى أهم المجموعات الموجودة المعروضة؟ أهم المجموعات المعروضة أولا بتبدأ من عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر اليوناني الروماني. بنبدأ بأثار ما قبل التاريخ اللي هي إيه ده؟ عصر الأسرات ولا قبل حتى عصر قبل الأسرات؟ قبل عصر الأسرات والعصر العتيق اللي هو بيشمل العصر الأسرة الأولى والثانية. وأهم القطع الموجودة من هذه الفترة هي لوحة الملك نارمر. دي ملك بترجع نارمر. أيوة بترجع لحوالي 3000 قبل الميلاد. ودي بتخلد ذكرى توحيد شمال وجنوب مصر في واحدة. ثم بنبدأ بالعصر الدولة القديمة، وأهم يعني هو عصر نارمر الشائع يعني اللي نعرفه. أيوة. كده معلومات العمومية. إنه مينا. أيوة. مينا موحد. أيوة. القطرين. لكن نارمر قبل مينا ولا بعد مينا؟ لا نارمر لا كان قبل مينا، قبل الملك مينا. فدوت كان هو بيبقى الأسرة زيرو، يعني حاليا آخر الأبحاث العلمية بتذكر إن كان الأسرة زيرو. الأسرة زيرو قبل الأسرة الأولى، قبل الأسرة الثانية وهكذا. أيوة تمام. ديت احنا عندنا من عصر ما قبل التاريخ وعصر بداية الأسرات أثار رائعة الجمال، منها أثار مكتشفة في تل الفرخة في المنصورة، حفائر البعثة البولندية. وهي عبارة عن تماثيل صغيرة لمعبودات وحيوانات مصنوعة من ناب فرس النهر. وديت في حد ذاته ناب فرس النهر. ناب فرس النهر. ايوه ديت مجموعه رائعه، وديت فعلا من ضمن من اهم ناب فرس النهر. ده كان بيتعمل منه منحوتات. منحوتات فعلا. فديت من ضمن طبعا. يعني ما كنتش اعرف اصلا ان فرس النهر عنده ناب. لا ديت فعلا.